السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رحينا نحضر مع بعض شراك معسل. كنا سبقنا وحضرنا هذه الوصفة من قبل، لكن كنا حضرناها بشكل مختلف، اللي هو شراك الشهادة اللي راكم تشاهدوا فيه الآن في الصور. والحمد لله هذا النوع كان نال انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أنهم خدموا قالب أو طابع من السيليكون أو البلاستيك يمد لكم نفس الشكل اللي كنا حضرناه مع بعض، لكن الوصفة تاع اليوم راح يكون الشكل مختلف تماما عن الشكل القديم وبطريقة أيضا جد مميزة وبسيطة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير، راح نحتاج 375 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 3 أكواب يكونوا معمرين بهذا الشكل. عندي أيضا 180 غرام خليط سمن وزبدة وزيت، نصف الكمية السمن والنصف الباقي خليط بين الزبدة والزيت. عندي أيضا قليل من المزهر و5 غرامات من الفانيلا، 40 غرام من نشاء الذرة أو المايزينا وبياض حبة بيض، 40 غرام من السكر الناعم، وراح نحتاج ايضا رشه من الملح. نجوزوا الان شوفوا طريقه التحضير. راح نبدا على بركه الله في تحضير العجينه. في الاول راح نغربل المواد الجافه. هنا عندي 3 اكواب من الفرينه، عندنا تقريبا نصف كوب من المايزينا او نشاء الذره اللي هي 2 ملاعق يكونوا معمرين مليح هكذا، وعندنا ايضا 2 ملاعق من السكر الناعم هكذا. نضيفوا ايضا فانيلا مع رشة من الملح، نضيف أيضا خليط السمن والزبدة. خليط السمن والزبدة لازم يكون دافي. نضيف أيضا بياض البيض، القليل من المزهر، وراح نضيف مباشرة كمية من الماء اللي يكون شوية سخون، وراح نخلط كل هذه المكونات في الأول في الوسط. يعني العجينة تاعنا اليوم ما لازمش نعجنوها، غير تنطمن العجينة نتوقف. بمجرد نتحصلوا على العجينة نتوقفوا، يعني العجينة تاعنا ما راحش نعجنها هكذا. لاحظوا القوام تاع العجين كيف يكون، يعني العجين تاعنا يكون شوية طري ماشي بزاف، لأنه كي يبرد العجين راح يزيد يتماسك. الآن راح نغطيه وراح نخليه جانبا حوالي نصف ساعة. بالنسبة للحشو راح نحتاج 200 غرام من اللوز أو الكاوكاو اللي هي 2 كوب يكونوا معمرين بهذا الشكل، هذا الكوب الثاني. وراح نضيف ايضا 100 غرام من السكر اللي هي نصف كوب. بالنسبه للسكر كما تعودنا دائما، يعني هنا راني عاود طحنت السكر تاعنا، ونضيف عليهم ايضا كميه من القرفه. نخلط كل هذه المقادير مع بعض. نضيف ايضا صفار حبه بيض، وراح نطم الحشو باستعمال المزهر. لاحظوا القوام تاع الحشو اللي لازم تحصلوا عليه، يعني الحشو تاعكم لازم يكون طري. الان راح نزيد نعجنوا حوالي دقيقتين او ثلاثه باش نتاكد ان السكر كامل ذاب. وراح نغلفوه بكيس بلاستيكي وراح نخلوه جانبا. هنا العجين تاعنا راه ارتاح وراني ديت كميه فقط منه، وراح نبدا نفتح فيها في الاول بالحلال. نعمل رشه خفيفه فقط من الفرينه، راح نقسمه على اثنين، وراح نكمل نفتح العجين تاعنا باستعمال آلة العجين. في الأول راح نفتحها في رقم واحد، ثم رقم اثنين، وآخر رقم راح نستعمله هو رقم ربعة. نعاود نرجع الأول العجينة اللي كنا فتحناها، راح ننزل هذو الزوائد في الأول، وراح نعمل مستطيل العرض تاعو يكون حوالي 10 سنتيمتر، ونقسم هذا الزائد، ونحكم كمية من الحشو اللي يكون وزنته 22 غرام، وراح نفتحوه بهذا الشكل هكذا هكذا، وراح نحطوه في هذه المنطقة، وراح نبدا ندور في العجين. راح نعمل دورة ونصف فقط، يعني لاحظوا العجين تاعنا راه رقيق. ندير في الأول هكذا الدورة ونغلق هذو الجوانب، ونزيد أيضا نصف، ونقسم العجين. نعمل فقط كمية خفيفة تاع الماء، يعني باه يلصق العجين. نقوم بهذه الحركة مرة ولا اثنين، وراح نبدأ نخدم فقط على الأطراف باستعمال راحة اليد. بسم الله هكذا، يعني المنطقة اللي في الوسط تبقى عريضة. لاحظوا معنا، نعاود ننزل هذا الزائد، نعاود ندورها مرة ولا اثنين فقط هكذا.
لاحظوا الشكل تاعها كيف يكون. نعاود واحده ثانيه، يعني لاحظوا العجين تاعنا كيف يكون رقيق، يعني العجين يكون رقيق بزاف ما يكونش خشين. هكذا في الاول نفتحوا الحشو مليح ونحطوه في هذه المنطقه هكذا، ما تخلوش الحشو تاعكم يخرج على الجوانب. وراح نحكم العجين وراح ندوره في الاول مره، نقفل الاطراف هكذا باش نتاكد انه الحشو ما راحش يخرج، ونزيد نصف دوره ونقسم العجين، نعمل كميه خفيفه فقط من الماء ونعاودو ندوروه مرتين ولا ثلاثه بهذا الشكل. من بعد بنفس الطريقه براحه اليد نخدم فقط على هذو الاطراف، يعني في الوسط ما نمسوهش، نخدمو فقط على الاطراف. بسم الله هكذا نتخلصوا من هذو الزوائد ونعاود نخدمو بنفس الطريقه مرتين ولا ثلاثه. لاحظوا الشكل اللي حين تحصلوا عليه، وحاولوا دائما يعني تمدوا نفس الطول الكامل تشارك نتاعكم. الان راح نكمل حضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. وبالنسبه للعجينه اللي بقات لي في الاول راح نفتحها شويه بالحلال، وبنفس الطريقه راح نفتح العجين تاعنا في آلة العجين. الان راح نفتحها في رقم واحد ثم رقم اثنين واخر رقم نستعمله هو رقم ثلاثة، يعني العجين تاعنا راح يكون شويه خشين على العجينه الاولى، واخر رقم راح نستعمله هو رقم ثلاثة. نعاود نعمل رشة خفيفة فقط من الفرينة على العجينة، من بعد راح نبدا نفتح فيها مباشرة، يعني في المنطقة اللي نفتحوا فيها الرشتة، يعني المنطقة الرقيقة كامل هكذا. نحكم كيس بلاستيكي ونحطه بهذا الشكل، وراح نحط العجين تاعنا مباشرة هكذا. نعاود نحكم اول وحدة كنا خدمناها، وراح ندهنها كامل بالماء هكذا، لازم تمسحوها كامل مليح بالماء. نحط الحلوى نتاعنا هكذا، يعني ما يهمكمش الاطراف اذا بقاو شويه خارجين. من بعد بواسطه الكيس نبدا ندور فقط، هكذا هذا القدر هكذا راه كافي، وهذا الزائد راح نتخلص منه هكذا. نعاود فقط نضغط عليها شويه في الاطراف، لاحظوا يعني نحكم من الوسط وندي للاطراف. لاحظوا الشكل تاعو كيف هيكون هكذا، نقرب لكم الصوره احسن باش يكون الشكل واضح. نعاود بنفس الطريقه نحكم وحده ثانيه، ودائما نعاود نمسحها كامل بالماء، لازم تمسحوها مليح، وراح نحطها مباشره في هذه النقطه. اذا لقيتوا عندكم العجين خارج بزاف تخلصوا منه في هذه المرحله هكذا، وهذا العجين نعاود نطمو ونخدم به. من بعد فقط بواسطه الكيس بلاستيكي نولي نضغط على العجين هكذا. هنا العجينه تاعنا ما فيهاش بزاف الزايد، نحيل هذه الكميه فقط هكذا. نعاود فقط نخدم على الاطراف. الان عاود نرجعوا لاول وحده اللي كنا خدمناها، بان نعطولها الشكل تاع التشارك يعني بكل سهوله والتشارك تاعنا يكون عالي، راح نحتاج طابع ولا قالب اللي يكون القطر تاعو حوالي 7.5 سنتيمتر او 8، وراح نحتاج ايضا قالب اخر اللي يكون صغير اللي ما عندوش هذا تقدروا تستبدلوه ببوشون اللي يكون متوفر عندكم. نعاود الان نرفع العجينه تاعنا وراح نحطها مباشره لداخل في الطابع. من بعد نحكم هذا الجزء ندخلوه لداخل بهذا الشكل هكذا، من بعد نبدا نضغط هذا الجزء على هذا الجزء، لاحظوا معنا يعني نبدا نزير في العجين مع القالب اللي راه على برا. بهذه الطريقه راح نتحصل على التشارك تاعنا يكون عالي يعني ما يكونش هابط، والطريقه يعني سهله وعمليه. نعاود فقط ننزع القالب هكذا، لاحظوا الشكل اللي تحصلوا عليه. نعاود نفتحهم هكذا شويه فقط، وهذا الجزء نضغط عليه لهنا، والجهه المقابله نفس الشيء هكذا. نزيد ايضا وحده ثانيه بنفس الطريقه، دائما نحطوا العجين تاعنا في الاول لداخل في القالب، من بعد نحطوا هذا الصغير هنا في الوسط ونبدا نضغط للجوانب. لاحظوا الشكل تاعو كيف يكون. من بعد في الاخير نعاود نضغط على هذو المناطق
بنبقى محافظ على نفس الشكل هكا. راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. هنا بعد ما نكملوا نجهزوا الحلوه تاع كامل بهذا الشكل، في الاخير فقط راح نزيد لها رشقه تاع اللوز، يعني نحطوا اللوز تاعنا في بياض البيض ونلصقوه بهذا الشكل، وراح نخلو الحلوة تاعنا جانبا، نخلوها تبات ليلة كاملة إذا خدمتوها في النهار، يعني طيبوها في الليل، وإذا خدمتوها في الليل خلوها حتى للصباح باه طيبوها. لازم تخلو الحلوة تاعكم جانبا حتى تنشف كامل مليح، باه كي طيب تبقى محافظة على الشكل تاعها. هنا بعد ما خليت الحلوة تاعنا ارتاحت ليلة كاملة، راح ندخلها مباشرة للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، راح تديكم الوقت ما بين 30 إلى 35 دقيقة. وراح نبدا نعسل فيه مباشرة وهو سخون. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه. تشارك معسل لكن بطريقة جديدة وبشكل مختلف على اللي متعودين عليه. وإذا لاحظتوا أيضا، يعني دائما في الحشو كي يكون خدم في الحلويات التقليدية، الحشو تاعنا دائما نعمل فيه القرفة أو قشور الليمون، لأنه ما نحبش نغير في الذوق تاع الحلوى، يعني نغيروا في الشكل تاعها لكن ما نغيروش في الذوق، باش نبقاو محافظين دائما على نفس الذوق التقليدي. قد اخر مرحله ان شاء الله راح نقسموا وحده وراح نشوفوا القوام، يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيف هيكون عن قرب. بسم الله ما شاء الله، يعني لاحظوا كيفاش تكون الطريه، لاحظوا ما شاء الله الحشو تاعنا كيفاش يكون معسل الداخل. هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.